إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بيّن الكتاب وبيّنت السنة طريقة الاحتماء من السحر والعين والحسد، وهذه الأمور من الأدواء الفتاكة والشر العظيم. والسحر له تأثير بالغ في المسحور، قد يمرض وقد يقتل. وهكذا الشأن في عين الحاسد إذا تكيفت نفسه بالخبث واستجمع في قلبه الشر، فإنه يضر بالمحسود، فربما أمرضه وربما قتله. فالسحر له حقيقة وتأثير، والحسد له حقيقة وتأثير، وتأثير ذلك بموافقة القدر الكوني، لأنه لا يضر شيء إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا وافق السحر وكذا الحسد القدر الكوني ضر بإذن الله تبارك وتعالى. ومن نعمة الله على عبده المؤمن أن هيأ له أسبابا مباركة وأمورا نافعة يندفع بها عنه شر الحسدة والسحرة، ويزول بها عنه ضرهم والبلاء النازل به بسببهم. وقد أجمل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك في 10 أسباب، إذا قام بها العبد وطبقها زال عنه شر الحاسد والعائن والساحر، ولم يضره ذلك ابتداء بفضل الله رب العالمين. السبب الأول من الأسباب 10 التي إذا قام بها العبد وطبقها زال عنه شر الحاسد والعائن والساحر، التعوذ بالله من شره والتحصن بالله تبارك وتعالى والالتجاء إليه، كما قال جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وحقيقة الاستعاذة الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك ويحميك منه، ولا حافظ للعبد ولا معيد له إلا الله، والله تبارك وتعالى كافي من لجأ إليه، وهو حسب من توكل عليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، وهو نعم المولى ونعم النصير. فعلى الإنسان أن يجتهد في التعوذ بالمعوذات كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، وكما كان يرشد الأمة إلى ذلك. وفي المعوذات أسرار عظيمة، وفائدتها بل ضرورتها للعبد المسلم أشد من ضرورة العبد إلى النفس وإلى الطعام والشراب. فعلى الإنسان أن يجتهد دائما في التعوذ بالمعوذات، وأن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى ملتجئا إليه ومحتميا به ومستعيذا به جل وعلا من شر كل حاسد، ومن شر كل حاقد، ومن شر كل ساحر، ومن شر كل ذي شر. فالسبب الأول الاستعاذة بالله تبارك وتعالى والالتجاء إليه. السبب الثاني تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه، فمن اتقى الله تولى حفظه ولم يكله إلى غيره. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. فمن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامه أينما توجه، ومن كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف وممن يحذر، وما الذي يشفق منه وما الذي يفزع منه إذا كان الله تبارك وتعالى حاميه، وإذا كان الله رب العالمين كالئه.
فهذا هو السبب الثاني، تقوى الله وحفظ ربه تبارك وتعالى عند أمره ونهيه، فإنه من اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، بل يضرهم كيدهم، بمعنى أنهم لا يضرون إلا أنفسهم، فكل من عاداك لا على حقيقة لا يضر إلا نفسه، ولا يزداد بكيده ومكره إلا ضررا بنفسه، والله رب العالمين يتولى المؤمنين ويحفظ المتقين، وهو سبحانه وتعالى بما يعملون محيط. السبب الثالث الصبر على عدوه، وألا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا، فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه، وكلما زاد بغي الحاسد كان بغيه جندا وقوة للمبغي عليه، يقاتل بها الباغي نفسه وهو لا يشعر، فبغيه سهم يرميها من نفسه إلى نفسه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فإذا صبر المحسود ولم يستطل الأمر نال حسن العاقبة بإذن الله، فيوكل أمره إلى الله ويفوض أمره إلى الله، ويدع الحاسد والحاقد في حسده وحقده، لأنه لا يضر إلا نفسه، ولأن الباغي لا بد أن ينتقم الله تبارك وتعالى منه، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من ذنب أجدر بأن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وهذا الحديث في صحيح الأدب المفرد، والأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. وفي الأدب المفرد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن جبلا بغى على جبل لجعل الله الباغي دكا، لأن الله تبارك وتعالى لا يحب البغي ولا يرضاه، ويعدل العقوبة عليه في الحياة قبل الممات وقبل أن يلقى ربه في الآخرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يدخر له من العقوبة في الآخرة. فتصبر على العدو ولا تقابله بما يقابلك به، ولا تشكوه، بل لا تحدث نفسك بأذاه أصلا، فما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تتقي الله فيه، حتى يصير بغيه سهما يرميها من نفسه إلى نفسه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فإذا صبر المحسود على حاسده ولم يستطل الأمر نال حسن العاقبة بإذن الله. السبب الرابع التوكل على الله، فمن يتوكل على الله عز وجل فهو حسبه، والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، ومن كان الله كافيه فلا مطمع فيه لعدو، من كان الله كافيه فلا مطمع فيه لعدو، ولو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا من ذلك وكفاه ونصره. لو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا من ذلك وكفاه ونصره. السبب الخامس فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه، يعني في الحاسد والذي يسعى بالأذى والشر، وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما خطر له، فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه، وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره، فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه، فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه بل انعزل عنه لم يقدر عدوه عليه، فإذا تماسك وتعلق كل واحد منهما بصاحبه حصل الشر، وهكذا الأرواح سواء، فإذا تعلقت كل روح منهما بالأخرى عدم القرار ودام الشر حتى يهلك أحدهما، فإذا جبذ روحه عنه وصانها عن الفكر فيه والتعلق به وأخذ يشغل باله بما هو أنفع له بقي الحاسد الباغي يأكل بعضه بعضا، فإن الحسد كالنار إذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضا.
السبب السادس الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته ونيل رضاه والإنابة إليه في كل خواطر نفسه وأمانيها، تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئا فشيئا حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية، فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محاب الرب والتقرب إليه وذكره والثناء عليه. قال تعالى عن عدوه إبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالمخلص بمثابة من آوى إلى حصن حصين، لا خوف على من تحصن به، ولا ضيعة على من أوى إليه، ولا مطمع للعدو في الدنو منه، فيقبل على الله رب العالمين بالإخلاص، ويجعل محبة الله ونيل رضاه والإنابة إليه في كل خواطر نفسه، فيكفيه الله تبارك وتعالى كل ما أهمه، ولا يكون لعدو من مطمع فيه، بل إن الله تبارك وتعالى يكلأه ويرعاه ويحفظه ويتولى هداه. السبب السابع تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه، فإن الله تعالى يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه، وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها، وما ينساه مما علمه وعمله أضعاف ما يذكره. وفي الدعاء المشهور: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والحديث رواه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، وهو في صحيح الأدب المفرد. فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه، فما سلط عليه مؤذ إلا بذنب، ما سلط عليك مؤذ إلا بذنب عملته تذكره أو لا تذكره، والذي تذكره قد لا تعتبره ذنبا في حقيقة الأمر، ولكن القاعدة أنه ما سلط على العبد مؤذ إلا بذنب، وليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها، فإذا عوفي من الذنوب عوفي من موجباتها، فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه ليس له شيء أن فعله من التوبة النصوح من الذنوب التي كانت سببا لتسلط عدوه عليه. فمهما وقع للإنسان من شيء يكرهه فعليه أن يحدث لله تبارك وتعالى توبة، فإنه إنما وقع عليه ما يكرهه بذنب أحدثه. ولذلك إذا تغلب العدو فلا تقل تغلب العدو، ولكن قل تولى النصير، فما تغلب العدو ولكن تولى عنك النصير، فلما أسلمك وتخلى عنك تمكن منك عدوك، وما يستطيع عدوك أن يتمكن منك بحال إلا إذا تولى عنك النصير. فأحدث لله تبارك وتعالى توبة، والله رب العالمين هو الحافظ يحفظك ويرعاك. السبب الثامن الصدقة والإحسان ما أمكنه، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين ودفع الحسد ودفع الحقد، فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق، ما يكاد الحسد ولا العين ولا الأذى يتسلط على عبد محسن متصدق، وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأييد، وكانت له فيه العاقبة الحميدة والصدقة والإحسان من شكر النعمة، والشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببا لزوالها، لأن النعمة صيد والشكر قيد، لأن النعمة صيد وأما الشكر فهو قيد، فإذا اصطاد الإنسان صيدا ولم يقيده سرعان ما يذهب عنه، ولكن تحفظ النعمة بشكرها. السبب التاسع أن يطفئ نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه، فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا وله نصيحة وعليه شفقة.
قال ربنا جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تأمل في حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي حكي عنه أنه ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولأن الإنسان إذا كان سابقا فقد يمن الله تبارك وتعالى عليك بالصبر، فمن تخلف عنك فليس في حالك ولا على مستواك، فهو لا يدري ما أنت فيه ويريد أن يعاملك بما هو فيه، وهذا ظلم بين، ولكنه جاهل لا يفهم، لا يستطيع أن يصل إلى مرتقاك، فما يبغي إلا أن يجذبك إلى مستواه، وهذا بغي وظلم لا يحبه الله ولا يرضاه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم آتاه الله النبوة وأنعم الله تبارك وتعالى عليه بالخير كله، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك عندما يأتي هؤلاء الأشرار من الفجار الكفار ويحاربون النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم حتى يصيبه ما يصيبه صلى الله عليه وسلم، لما جحش أي جرح في شقه يعني في جنبه صلى الله عليه وآله وسلم، ودخلت حلقة من حلقات المغفر في وجنته صلى الله عليه وآله وسلم، فما نزعت إلا بعد أن سقطت أسنان من أراد نزعها بأسنانه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلت الدم عنه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فتأمل كيف التمس لهم المعذرة لجهلهم، فإنهم لا يعلمون، لا يعلمون حقيقة الحال ولا يعلمون حقيقة ما يدعوهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب العاشر والأخير: تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم، والعلم بأن كل شيء لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. والحديث حديث صحيح أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما. فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه، وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله، بل يفرض الله تعالى بالمخافة، ويرى أن إعماله فكره في أمر عدوه وأن خوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده، وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل، والله يتولى حفظه والدفع عنه، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإن كان مؤمنا فالله يدافع عنه ولا بد، وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه، فإن كمل إيمانه كان دفاع الله عنه أتم دفع، وإن مزج مزج له، وإن شاب شيب له، وإن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة، كما قال بعض السلف: من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة، ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة، ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة. فأنت الذي تحدد، إن أردت الكلاءة والحفظ فكن لله جملة ولا تبعض، فإن الله خلقك بكلك ولا يشاركه في رزقك أحد، كما لم يشاركه في خلقك أحد، فلا تجعل لله تبارك وتعالى نصيبا منقوصا، لأن الله رب العالمين يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته للذي أشرك، لأن الشركة إنما تكون عن حاجة، والله تعالى هو أغنى الأغنياء. والتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. قال بعض السلف: من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. ولذلك
كان السلف رحمة الله عليه لما حققوا التوحيد لا يرهبون أحدا، لا يرهبون إلا الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكان لله خالصا رحمة الله عليه، فما باع ولا اشترى في حياته، وكان زاهدا في الدنيا جملة لم يقبل عليها في أي صورة من صورها، وإنما كان مقبلا على الله، على العلم والعبادة والتصنيف والدعوة والجهاد في سبيل الله رحمة الله عليه. لما أراد الفقهاء في دمشق أن يذهبوا مع الأعيان للقاء غازان وكان ملكا للتتار، ذهب معهم شيخ الإسلام رحمه الله، فساروا معا حتى كانوا عند غازان، وكان جبارا متسلطا ومعه حاشية مجرمة، وكان قد أعلن الإسلام ظاهرة. فلما رأى الشيخ رحمه الله قادما من بعيد قال لمن حوله: من هذا الشيخ؟ فقالوا: فلان. وذكروا له من حاله، لأن وصف حاله كان منطبقا على حقيقة قلبه، فانعكس ذلك على ذلك. فلما رآه ولا يعرفه، بل إنه لا يعرف العربية، قال: من هذا الرجل؟ في وسط هؤلاء جملة قالوا: هو فلان. وذكروا من حال. فلما وقفوا بين يديه أقبل شيخ الإسلام عليه واعظا ومبكتا، قال: إن جدك كان كافرا وأنت ادعيت الإسلام، ومع ذلك تفعل ما لم يفعله جدك وكان كافرا. وأخذ يعظه بكلام شديد. فلما فرغ من موعظته قال له غازان عن طريق الترجمان: ادعو لي. فأخذ يدعو ويؤمن غازان على دعاء شيخ الإسلام، فكان من دعائه: اللهم إن كان عبدك غازان يفعل ما يفعل ابتغاء مرضاتك وطلبا لرضوانك فوفقه لكل خير، وإن كان إنما يفعل ما يفعل لغير ذلك فافعل به وافعل. فكان يدعو عليه وهو يؤمن على دعائه. والفقهاء والأعيان يجمعون ثيابهم خشية أن يأمر بضرب عنقه فيطرطس عليهم، أي على ثيابهم من دماه. فلما فرغ من الدعاء وانصرفوا قالوا: والله لا نمضي معك في طريق. فقال: ما بدا لكم؟ ومضى هو في طريقه إلى دمشق، فما دخل دمشق إلا في موكب عظيم واجتمع عليه جملة عظيمة من الخلق. وأما الفقهاء ومن كان معهم ممن خافوا غازان أكثر من خوف الرحيم الرحمن، فإن هؤلاء لما كانوا في بعض الطريق طلع عليهم اللصوص فشلحوهم، هكذا هكذا النص، فشلحوهم وأخذوا ما كان معهم، فما دخلوا دمشق إلا شبه عراه. وأما شيخ الإسلام فدخل في موكب ولا كمواكب الملوك، فإذا خاف الإنسان ربه تبارك وتعالى أخاف الله منه كل شيء، وأما إذا لم يخف الله تبارك وتعالى أخافه الله من كل شيء حتى من ظله. وعدم الخوف من الخلق لا يعني أن تكون متهورا، لأن بعض الناس يكون متهورا بحجة أنه لا يخاف إلا الله، هذا أحمق. وإنما المسائل مضبوطة بالشرع، كل أمر ينبغي أن يكون محكوما بقواعد الكتاب والسنة. هذه الأسباب العشرة التي من تمسك بها حماه الله رب العالمين من سحر السحرة وحسد الحسدة ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وكيد الكائدين، وهي أسباب عظيمة جدا كفيلة بإصلاح أمر الدين والدنيا. نسأل الله رب العالمين أن يبصرنا بحقيقة الدين. وعلينا أن نعلم أن أذى الناس شيء كالحر والبرد، لا ينبغي عليك أن تعترض عليه، لابد أن يصيبك منه نصيبك مما قدر الله عليك. وكلما كنت موغلا في اتباع رسول الله أتاك من ذلك على قدر نصيبك من اتباع النبي، لأن الله تبارك وتعالى جعل للمرسلين حظا وافرا من أذى الخلق، فمنهم من قتل، ومنهم من عذب، ومنهم من شرد، ومنهم من نفي، ومنهم من قيل عنه كذاب أشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له المجرمون: كاهن وساحر وكذاب، إلى غير ذلك مما رموه به. وارتقى بهم الحال أو تدنى حتى وصل إلى حد الرمي في العرض وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرمى أهل الإفك أمنا أم المؤمنين عائشة وهي أطهر من ماء المزن بما رموها به من الإفك والكذب المفترى المختلق.
وأنزل الله براءتها من السماء رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن أصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأعظم محنة يمكن أن يصاب بها الرجل، فكيف بالرجل المسلم، فكيف بالنبي، فكيف بسيد الأنبياء والمرسلين. وكانت من أعظم المحن، حتى إن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقول متلددا كأنه على مثل الجمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: والله ما دخل علينا هذا في الجاهلية حتى يدخل علينا في الإسلام. يعني بعد أن عرفنا العفة والفضيلة وعرفنا الدين والتزمنا قواعده ونهجنا منهجه، ما دخل علينا ذلك في الجاهلية حتى يدخل علينا في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمضي في أمر بدون وحي، حتى أنزل الله براءة الصديقة من فوق 7 أرقعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتأمل في حالها وفي صدق لجئها إلى ربها تبارك وتعالى حتى صرف الله عنه. لما أنزل الله براءتها ذهب إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت لها أمها: ألا تقومين إليه؟ فقالت: لا والله لا أقوم إليه، ولا أشكر إلا الله الذي برأني. فكان في نفسها شيء رضوان الله عليه. هذا أمر. الأمر الثاني أنك تعلم أن بعض الناس إذا حفظ حديثا أو آية ادعى أنه عالم، فإذا قام بالليل ركعتين ادعى أنه زاهد، وقد يرتقي به الحال حتى يدعي أنه شيخ الإسلام، وربما ادعى النبوة، ونخشى أن يدعي الألوهية، ولم يفعل شيء. ولكن عائشة تقول في المقابل: ووالله لقد كان شأني أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى في المحاريب إلى يوم الدين، إنما كنت أطمع أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله به. هذا حال الصالحين. وأما حال الطالحين فقائلهم يقول: إنما أوتيته على علم عندي. وأما عائشة فتقول: والله حالي كان أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى، ما طمعت في هذا قط، وما ذهب إليه خيالي ولا دار بخلدي، وإنما كنت أطمع أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله تبارك وتعالى به. فالتوكل على الله من أعظم الأسباب 10 التي مرت، وأعظم تلك الأسباب كما مر هو توحيد الله رب العالمين. فإذا أخلصت التوحيد لله رب العالمين حفظك الله رب العالمين من كل سوء، وحماك ورعاك ودفع عنك عداك وكبت أعداءك وأذلهم وأخزاهم ونصرك ورفع ذكرك وأمرك، لأن الله رب العالمين هو المعطي المانع، يعطي ويمنع، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا والمسلمين أجمعين من شر كيد الحسدة والسحرة والباغين والحاسدين الماكرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.